لكن على المستوى الكروي والمستوى الرياضي الناس كلها بتتكلم على المباراة، من ضمنهم المستر راينر سوبل الألماني المدير الفني القديم للنادي الأهلي، له تجربة كبيرة للأهلي في التسعينات طبعاً. في قناة المحور سئلت سوبل عن رأيه في المباراة وعن تحديدا مارسيل كولر، نشوف. Hello to Egypt from Germany, from Brunei. مرحبا من ألمانيا بالجميع في مصر. مباراة الأهلي والزمالك دائما تتسم بالإثارة، إنها مباراة ديربي من أشهر لقاءات الديربي على مستوى العالم، إنها دائما مواجهة تحمل الإثارة وتجذب اهتمام الجماهير. أشكر الله أنني لم أخسر أبدا ضد الزمالك، وهو ما أفخر به دائما. كنت أخبر أصدقائي في ألمانيا أنني لا أستطيع قيادة سيارتي في القاهرة بين الجماهير إذا خسرت مع الأهلي. خسارة الأهلي بطولة الدوري مرتين متتاليتين أمر صعب أن يحدث ذلك في القلعة الحمراء. أتذكر أنني فقدت منصبي كمدرب الأهلي عام 2000 لأنني خسرت لقب الدوري، رغم أنني فزت وقتها بلقب كأس مصر. لكن أحيانا يفوز الزمالك باللقب موسم أو اثنين، وأحيانا الإسماعيلي. It is a normal, so there is no. ولكن الأهلاوية لا يجب أن يشعروا بالقلق. أهلاويز shouldn't be afraid. There will come another time. فالفريق سيعود أقوى. So about Marcel Koller. Marcel Koller مدرب يملك خبرات طويلة. He made a good job in Germany. لقد درب في ألمانيا لسنوات طويلة وقدم عملا رائعا وترك انطباعا جيدا. أتمنى أن ينهض كولر مرة أخرى بالنادي الأهلي ويستعيد لقب الدوري. يعني توبل وهو بيطمن جمهور الأهلي على مسيرة الفريق مع مارسيل كولر بيقول لك هو اشتغل في ألمانيا فترة طويلة وعمل عمل رائع جدا وحقق نجاحات كبيرة، عنده خبرات تخليكوا تثقوا انه الراجل هيقدم عمل كبير مع النادي الأهلي. قراءتك لتسوبل يا أوسي؟ بص، بداية لا يأتي أي مدرب عامل في النادي الأهلي إلا ويحمل ذكريات طيبة وذكريات عظيمة على النادي الأهلي من ما لقاه من النادي الأهلي ومن جمهور النادي الأهلي ومن مسؤول النادي الأهلي ومن قيم وتقاليد وعادات النادي الأهلي. سأل أي مدرب عمل في النادي الأهلي يعني سيكون لك شاعرا في هذا النادي وفي إدارته. ولم نرى مدربا يعني سافر ثم هاجم النادي الأهلي على الإطلاق، دايما بيمشي بحفل التكريم سواء كان فاشلا أو كان ناجحا في مهمته. يعني الحقيقه ان مستر سوبر رغم بعد عن الاهلي بسبب بوقت طويل جدا الا ان تشعر انه متابع للاهلي بشكل جيد جدا ومتابع لمبارياته ومندهش ازاي الاهلي يخسر الدوري مرتين. ده انا لما خسرت مره واحده فقدت منصبي بسببه. ده تاكيد للكلام اللي احنا بنقوله ان الاهلي دايما لا يرضى الا بالمركز الاول وجماهيره لا تقبل الا بهذا. والحقيقه يعني كلام محترم من رجل محترم عاش في النادي الاهلي وتربى بافكاره وقدم المزيد والنجاحات داخل النادي الاهلي. كل التحية والتقدير لمستر سوبر اللي كان ليه بصمة كبيرة جدا في النادي الأهلي.